ما يهاجم الإنسان ويعده فريسة له. تتميز هذه الحيوانات أنها تمتلك قوة جسدية كبيرة وفكاً قوياً. لا يقتصر هذا على الحيوانات البرية فحسب، بل هناك بعض الطيور المفترسة التي تسمى الطيور الجارحة. كما يوجد حيوانات بحرية مفترسة أشهرها أسماك القرش والحوت القاتل. من أشهر الحيوانات البرية المفترسة الأسود، النمور، الفهود، الضباع والثعالب والتماسيح والصقور والنسور والعقاب، وغيرها الكثير من الحيوانات التي تتغذى على اللحوم. بعضها يتغذى على ما يصيده.